هذه الأسماء العملاقة والمنطلقة نحو الناموس وصدارة هذا الشوط. دائما مع الصدارة والاندفاع شقرة حارب بن سعيد بن سهيل العميمي على الصدارة والمقدمة والمركز الأول، ولكن أتابع في هذه اللحظات التسلل من نوف حمد بن سلطان بن سيف المنصوري على الصدارة والمقدمة المركز الثاني، الوصول من انطلاقة شقرة حارب بن سعيد بن سهيل العميمي والمركز الثالث، الوصول ايضا تتواجد الافعية مانع بن خليفة بن رشيد السويدي على المركز الثاني في هذا المسار وهذا التحدي. انتقل مباشرة مع المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات وهذا المسار والتحدي والإثارة، ايضا الانطلاق وصول بن صوغان عبيد بن سالم بن سيف المزروعي على المركز الرابع في هذه اللحظات، والمركز الخامس الوصول والتحدي والإثارة أيضا، وصلت سراحة محمد بن خليص أيضا بن حزام العاطفي على المركز السادس والمركز السابع، الوصول والتقدم والتحدي والإثارة في هذا المسار من الحذرة جابر بن سلطان بن راشد آل خيلي، ولكن أتابع اللي ماخذت لها زاوية بحالها من الجانب الأيمن الشاهينية خلفان بن أحمد بن محمد القبيسي، ولكن الوصول والتحدي والإثارة من حربة حربة والشعار الاقتصادي بدأ يتقدم في هذا الانطلاق حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، ولكن الوصول من المركز الثامن في هذا المسار العنود صامد بن فالح بن محمد العجمي، والمركز العاشر عاشر التحدي والإثارة عاشر المسار الجميل. يا سلام وصلت حلوة هنا وتقدم شعار بن فهد بن علي آل محمد الهاجري، هكذا النداء للمراكز العشر الأوائل المتقدمة، ولكن أتابع أسماء أتابع الشعارات من خلف المراكز العشر الأوائل المتقدمة، تابعوها مع جسر العبور، أعود إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول، عودة مع هذا الاندفاع الجميل. الله الله الله، الوصول والتحدي ايضا على صدارة هذا الشوط. نوف نوف وصلت نوف وتقدمت ايضا على المركز الاول حمد بن سلطان بن سيف المنصوري على صدارة هذا الشوط مع المقدمة وهذا الاندفاع. المركز الثاني الوصول والتحدي من الافعية مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، وصل هذا الشعار ومتابع هذا الاسم. المركز الثالث شقرة حارب بن سعيد بن سيف العميمي على المركز الثالث، والمركز الرابع وصلت الأسماء تقدمت الشعارات التي دائما لها صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة. حذاري من الحذرة تقدمت الحذرة جابر بن سلطان بن راشد آل خيلي، والوصول من حربة هذا الشوط حربة هذا الشوط بشعار الاقتصادي حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والوصول من الشاهينية هذا الشعار الذي قد صال وجال في سباقات الهجن. وصلت الشاهينية تقدم هذا الاسم خلفان بن أحمد بن محمد بن بطيل قبيسي، ولكن الوصول من سراحة محمد بن خريص العاطفي هناك ايضا بدأ يتسلل من مركز تلو مركز. الناموس حاير ما بين هالعمالقة والكبار في موقع واحد، بدأ يتواصل الشعارات، ولكن الوصول والتحدي من الجانب الايمن في هذه اللحظات. اخذ هذا الاسم اخذ هذا الاسم بسم الله عليها احمد بن مساعد بن سعد ايضا يتواجد مع هذا الاسم، ولكن الوصول والتحدي من حلوة فهد بن فهد بن علي الهاجري. الله الله السيارة السيارة، من هو سعيد الحظ من هو سعيد الحظ في هذا المسار وهذا الانطلاق، من يسجل النقطة الذهبية في عاصمة الميادين. الصدارة وين؟ المقدمة والمركز الأول. نوف نوف ما زالت نوف حمد بن سلطان بن سيف المنصوري يتواجد مع نوف يتواجد مع هذه الذلول العملاقة هنا، وشعار شعار أيضا يتواجد هناك شعار
شعار بن دربش على أو شعار بن درويش أيضا على صدارة هذا الشوط ومتابعي هذا الشعار أيضا هناك حاضرين على صدارة هذا الشوط. المركز الأول يبغي يضيف النقطة الثانية أيضا في هذا المسار وهذا التحدي. المركز الثاني الوصول هناك أيضا من هذه الأسماء من هذه التحدية أيضا الأفعية مانع بن خليفة بن رشيد السويدوج على المركز الثاني والمركز الثالث الوصول من شقرة حارب يا حارب بن سعيد بن سهيل العميمي هنا أيضا هذا الحرب هذا الحرب وهذا المسار بينما الوصول من الحذرة جابر بن سلطان بن راشد الأخيلي والوصول والتحدي أيضا في هذا المسار حربة هذا الشوط حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يا لها من شعارات يا لها من أسماء منطلقة هنا في هذا المسار والثمانية كيلو مترات تشهد تشهد لهذه الأسماء بينما الوصول بينما الوصول أيضا من هذا الاسم الجميل من حلوة فهد بن فهيد بن علي الهاجري بدأ يتواجد بدأ يتسلل على المركز السادس في هذه اللحظات ولكن الوصول شوفوا من القادم تقدم هذا الاسم تقدم هذا الاسم بسم الله عليها بالفعل هنا هذا الاسم الجميل والمميز في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة أتقدم أحمد بن مساعد بن سعد أيضا يتواجد مع هذا الاسم ولكن أعود على الصدارة والمقدمة أعود والعود أحمد مع مقدمة هذا الشوط وصلنا جسر العبور وصلنا جسر العبور على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول هناك نوف حمد بن سلطان بن سيف المنصوري الله يا أبو هزاع من يتابع هذا الشعار ولكن هناك المركز الثاني في هذه اللحظات شقرة حارب بن سعيد بن سهيل العميمي على المركز الثاني المركز الثالث الوصول من حربة حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الثالث الشعار الاقتصادي ولكن الحذرة الحذرة جابر بن سلطان بن راشد الخيلي على المركز الرابع والمركز الخامس الوصول من حلوة فهد بن فهيد بن علي الهاجري الله يا سلام خلوني مع الخماسية الماسية ولكن أشوف اللي قادم وصلت العنود صامد بن فالح بن محمد العجمي وهناك الشاهينية هناك الشاهينية خلفان بن أحمد بن محمد بن بطي القبيسي هناك أيضا يتابع هذا الشيء يتابع هناك أيضا صراع الأقوياء صراع الكبار الله يا سلام أعود إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول ما زالت نوف على الصدارة حمد بن سلطان بن سيف المنصوري على الصدارة ومقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع التحدي الجميل ولكن أشوف التسلل أشوف التسلل في هذه اللحظات حربة 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 على الصدارة والمقدمة والمركز الأول على صدارة هذا الشوط حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري والمركز المركز الثاني أيضا الوصول من شقرة حارب بن سعيد بن سهيل العميمي والمركز الثالث نوف حمد بن سلطان بن سيف المنصوري وصل المنصوري انطلق مع انطلاقة نوف ولكن الله يا سلام شوفوا من القادم شوفوا من المنطلق شوفوا من القادم يا لها من أسماء يا لها من أسماء برمجة هناك وصلت ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الله أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة بدأ الاندفاع بدأ التحدي بدأت الإثارة تشتعل بدأت الإثارة تشتعل الأمور في خطر الأمور في خطر الشوط بدأ يشتعل مع هذه الشعارات الجميلة ولكن الله يا حربة الله يا حربة الكيلو الأخير الكيلو الخطير دخلنا أجواء هذا الكيلو هناك حربة على الصدارة والمقدمة حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري الله
روح يا بني كوير روح روح هناك أيضا من لديه زود فليتقدم مع هذه الأمتار المجنونة. الأمتار المجنونة حلوة 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 بالفعل حلوة. أداء مميز أداء مميز. اندفاع اندفاع هنا مع الأمتار الأخيرة. فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري على صدارة هذا الشوط مع انطلاقة حلوة. اسم على مسمى ايضا على الصدارة والمقدمة. وروح يا بن طحنون روح مع الصدارة هنا. الله 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 ايضا بالفعل حلوة 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 على الصدارة والمقدمة. الله فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري. الله شعار بن فهيد ايضا على الصدارة والمقدمة مع المركز الاول هنا. ايضا بن طحنون على صدارة هذا شوط. تهانينا تهانينا مع الميتين الاخر. سلام بن طحنون سلام سلام تحية واحترام على الصدارة والمقدمة والمركز الأول. السلام 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 أيضا سلام إلى المملكة العربية السعودية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب أيضا شقرة حارب بن سعيد بسهيل العميمي. والمركز الثالث لحظات وصول الذهيب محمد بن عوض بن محمد بن مزروع. المركز الرابع وصلت نوف حمد بن سلطان بسهيل المصوري. والمركز الخامس كان من نصيب حمد بن غانم بن حمودة الظاهري. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل من حلوة. فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري أيضا قدم هذا الاسم وقدم هذا الإنجاز الجميل. عودة إلى التوقيت زمن لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية. لحظات الوصول والعبور ايضا هذا الاسم فهد بن فهيد او بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري. تهانينا والناموس. لحظات الوصول والتوقيت الزمني 12:55 ثانية اربع اجزاء من الثانية. بينما المركز الثاني كان من نصيب شقرة حارب بن سعيد بن سهيل العميمي. والتوقيت الزمني للمركز الثاني كان من نصيب ايضا لحظات الوصول والاندفاع الى خط النهاية. دقيقة وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثالث كان من نصيب ذهيب محمد بن عوض بن محمد المزروعي. على المركز الثالث لحظات الوصول إلى خط النهاية أيضا وحمل هذا التوقيت الزمني 13:04 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم الإخوة المتابعون متابعة أخرى مشاهدينا نتمناها لكم.